طب يا جماعة، في أول رد فعلي ورسمي على ما نشر في المصري اليوم منذ قليل، والخبر اللي استعرضته معاكم على الشاشة دلوقتي واللي مكتوب في المصري اليوم واللي عمال يتشاير على السوشيال ميديا، إن مصدر في رابطة الأندية قدامكم على الشاشة أهو، واللي مكتوب فيه إن الأهلي تحفظ على رحيل عامر حسين. رد رسمي دلوقتي خاص لبرنامج الترند، الأستاذ أحمد دياب رئيس رابطة الأندية بيعلن من خلال برنامج الترند أن هذا الخبر عاري تماما من الصحة، وأن النادي الأهلي لم يتم التواصل معه بشأن مشكلة الزمالك، وأن النادي الأهلي ليس طرف في الموضوع، وأن النادي الأهلي لم يتدخل ولم يطلب ولم يناقش تواجد عامر حسين أو رحيل عامر حسين، تواجد بريرة أو رحيل بريرة. هذا الكلام عاري تماما من الصحة، وأن الأزمة كلها لم يكن الأهلي طرفا فيها، ولا في المناقشات ولا في القرارات ولا في أي موقف من المواقف، لا طلب رحيل ولا تدخل ولا حصل أي تفاصيل. وهذا الخبر غير صحيح، والمصدر الذي نقل على أساس هذا الكلام مصدر ليس في رابطة الأندية. أعتقد بقى اللي كاتب الخبر يطلع بقى يقوله وأكلم مين، لأن رئيس الرابطة دلوقتي مع برنامج الترند في الفاصل أكد لنا أن الخبر ده عاري تماما من الصحة. ولكن إحنا عارفين كاتب الخبر، شوفوه على المصري اليوم هيكون مين، وانت تعرفوا التفاصيل. تعالوا دلوقتي.